هل فكرت في يوم من الايام بوجود كوكب تاني شبيه بالارض وموجود في نفس مدارنا حوالين الشمس بس على الطرف التاني؟ زي كده الساعة اللي في بيوتنا، لو كوكبنا حاليا عند رقم 12 والشمس هي النقطة اللي بترتكز عليها عقارب الساعة، فتفتكر هل ممكن يكون رقم 6 بيشيل جواه كوكب شبيه بكوكب الارض وبيلف حوالين الشمس ومش قادرين نشوفه؟ لو احنا بنلف حوالين الشمس ومش قادرين نشوف الجانب التاني من المدار اللي بنسلكه حوالين الشمس، فاحنا ما نقدرش نعرف ايه اللي موجود هناك. بس تفتكر اصلا هل قوانين الفيزياء والفلك ومبادئ العلوم الطبيعية بتسمح بوجود كوكبين او اكتر بيتشاركوا نفس المدار حوالين نجمهم؟ خليني اصدمك واقولك ان ده كلام ينفع على الورق، بس يا ترى هل ده فعلا موجود في الفضاء وقدرنا نرصده؟ يلا يا صديقي جهز مشروبك المفضل وتعالى معايا علشان اخدك برحلة هنتكلم فيها عن احتمالية وجود كواكب بتلف في نفس مدار كوكب تاني او بما يعرف بكواكب الطروادة، وهكلمك برضو عن النظرية اللي بتوصف تشكل الاقمار حوالين الكواكب وعن احتمالية وجود حياة على كوكب تاني قريب مننا. تعالوا مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة نتعرف اكتر على الموضوع دوت في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي. أهلا بيكم، وبذكركم قبل ما نبدأ بالدعم البسيط بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا على الاستمرار، والاشتراك في قناة لو حضرتك مش مشترك، واضغط على زرار الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. فرضية الأرض المضادة وضحضها. خلينا عارفين أن فرضية وجود كوكب بيلف في نفس مدار كوكبنا فكرة مش جديدة، وده لأن أول من اقترح الفرضية ديت كان فيلولاوس الفيلسوف اليوناني اللي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، واللي كان بيعتقد أن الأرقام والهندسة هي أساس كل شيء في الكون. واعتقد فيلولاوس أن الأرض في نفس مدارها موجود كوكب مش شايفينه يسمى بالأرض المضادة أو المعاكسة، وأرضنا والأرض المضادة بيدوروا حوالين نار مركزية مختلفة عن الشمس. وكان بيعتقد أن القمر والشمس والكواكب الأخرى بتدور حوالين النار المركزية دي، والحقيقة أنه ما كانش بيعتقد بنموذج مركزية الأرض زي ما أغلب الفلاسفة كانوا معتقدين وقتها أن الأرض مركز الكون وكله بيلف حواليها في مدارات. وكان لفيلولاوس سببين رئيسيين لإدخال فرضية الأرض المضادة، كان واحد منهم هو محاولته في تفسير سبب رؤيتنا في بعض الأحيان لخسوف القمر، واللي بنظرته كده كان بيحصل بسبب منع أرضنا أو الأرض المضادة لضوء الشمس من وصوله للقمر. والسبب الثاني كان بيرجع لأنه شايف أن عدد الأجرام السماوية حوالين النار الكونية المركزية ديت لازم يساوي 10، وده اللي اعتبره رقم مثالي. وبالرغم من كل ده إلا أن فرضيته فيها مشاكل كتيرة وتناقضات وما بتنطبقش مع ملاحظاتنا حاليا، ده لان احنا عارفين ان الارض بتدور حوالين الشمس ومش حوالين نار مركزية. والسبب التاني ان احنا عارفين ماهية وطريقة حدوث خسوف القمر الناتج عن ظل الارض ومش بسبب كوكب تاني. بس هتيجي تقولي ان الاسباب دي مش معناها عدم امكانية وجود الكوكب المضاد اللي بيكون في نفس مدار كوكبنا بس على الطرف المقابل للشمس. هو فعلا يا صديقي ده مش سبب وادلة كافية، إنما الدليل اللي حسم الافتراض ده هو إن في سنة 2006 ناسا أطلقت زوجين من المركبات الفضائية المتخصصة تحت اسم استريو، وكان دورهم الأساسي في دراسة الشمس والعواصف الشمسية. والمركبات بتدور بمدارات مركزية حوالين الشمس، واحدة متقدمة عن الأرض وواحدة متأخرة عن مدار الأرض. بس العجيب في الأمر إن في سنة 2011 حققوا المركبتين دول إنجاز كبير، حيث انهم وصلوا لنقطة كانوا متقابلين فيها مع الشمس بشكل عامل زاوية 180 درجة مع الارض، وده اللي بيخليهم يشوفوا سطح الشمس بالكامل في وقت واحد، وده امر ما كانش ممكن سابقا، وده معناه انهم برضو يقدروا يشوفوا الجانب التاني من مدار الارض حوالين الشمس، واللي عادة بيكون مخفي من الشمس عننا. والصورة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم بتظهر على بعد 300 مليون كيلومتر عن الارض، ولو كان كوكب تاني بيدور على نفس المسافة زي الأرض وفي نفس المدار بس على الجانب التاني من الشمس فكنا قدرنا نرصده ونصوره.
وده يا صديقي غير لو ان الكوكب موجود فكمان هيعمل تأثير نسيج الزمكان، يعني جاذبيته هتبان، ولكن ده ما حصلش. بس السؤال اللي بيجي على عقولنا هنا هو هل ممكن ده يتحقق نظريا ومش شرط على كوكبنا او في مجموعتنا الشمسية حتى؟ يعني هل ممكن نلاقي كوكبين في نفس المدار؟ نقاط لاجرانج. للإجابة على سؤال زي ده لازم نعرف الأول ما يسمى بنقاط لاجرانج، وده كان طلب من أحد المعلقين في أحد الفيديوهات، بس للأسف أنا مش متذكر مكان التعليق ولا الفيديو اللي كان فيه التعليق. ونقاط لاجرانج ديت يا سادة يا كرام دي عبارة عن نقاط بتمثل أماكن في الفضاء اللي بيحتوي على نظام، بيحتوي على جسمين ضخمين زي الشمس والأرض كده، بحيث اننا لو حبينا نحط جسم ثالث في المدار ويكون مداره مستقر ويمشي مع سرعة الارض ومع حركتها، فعندنا نقاط لاجرانج الخمسة الموضحين قدامنا، وتم تسميتهم على اسم جوزيف لويس لاجرانج، عالم الرياضيات الفرنسي اللي درسهم في القرن الثامن عشر. واحنا عارفين ان كل ما الجسم قرب من الجسم اللي بيلف حواليه فسرعته بتزيد، وكل ما بعد سرعته بتقل، وكمثال كوكب عطارد أقرب للشمس فسرعته أكتر من سرعة الأرض. بس تخيل أن نقطة لاجرانج 1 لو حطينا فيها أي جسم فضائي فهيبقى ضمن مدار مستقر وهيدور بنفس سرعة الأرض، رغم أنه لازم سرعته تزيد، بس سرعته بتبقى متزنة مع دوران الأرض بسبب أن الأرض بتقلل من سرعته من خلال شده ناحيتها، فده بيعمل اتزان. ونقاط لاجرانج بوينت بنستخدمها للمركبات الفضائية زي سوهو اللي بتدرس الشمس بحيث انها تفضل ناحية الشمس والأرض، ونقدر نستقبل منها البيانات ونوجهها مرة تانية برضو. اما بالنسبة لنقطة لاجرانج 2 فلازم الجسم اللي نضعه هناك يكون مداره اكبر من مدار كوكب الأرض وسرعته اقل، بس اللي بيحصل هنا اتزان والأرض بتشده ناحيتها فبتخليه دايما ماشي مع مسار الأرض، واكن الأرض دايما حميان للشمس، وده مفيد جدا لينا لان النقطة دي بنستعملها للتلسكوبات الفضائية اللي بتدرس الفضاء العميق، ولازم ما تأثرش عليها الشمس زي هيرشل وبلانك وجيمس ويب. اما عن نقطة 3 فهي دي النقطة الافتراضية اللي هيكون فيها الكوكب المضاد، ونقطة 4 و 5 بيقعوا على نفس مدار الكوكب بالضبط زي نقطة 3، بس دول عاملين زاوية مقدارها 60 درجة زي ما هو واضح. كل كلامنا جميل لحد دلوقتي، بس اللي لازم نعرفه ان نقطة 1 و 2 و 3 مش مستقرين، وكل شهر تقريبا العلماء بيحاولوا يعدلوا المسار تاني الخاص بالاجسام الفضائية اللي احنا بعتناها واللي موجودة هناك من تلسكوبات ومراصد فضائية، بس نقطة 4 و 5 مستقرين بشكل كامل، وكل اللي قلناه دلوقتي كان عبارة عن اجسام صناعية بتدور في مدار في نفس مدار كوكب الارض. بس ايه الكلام بقى بالنسبة للأجسام الطبيعية؟ كوكب المشتري والكويكبات الطروادة، لو جينا وبصينا وألقينا نظرة على المجموعة الشمسية باللي بتحتويه فحنلاقي مجموعتين أساسيتين بتتشارك المدار نفسه مع كوكب المشتري، وحنلاقيهم في نقطة لاجرانج 5 و 4 زي ما قلنا لأن دول مستقرين، فده معناه إن عادي يكون في شيء بيتشارك المدار مع كوكب، والمجموعتين دول هم معروفين بالجريكس والتورجانس، ودول عبارة عن مجموعة ضخمة من الكويكبات. والحقيقة كوكب المشتري مش مميز بده لأن المريخ ونبتون وأورانوس برضو ليهم كويكبات بتشاركهم المدار، ده حتى كوكبنا كوكب الأرض هو بيحتوي على كويكب واحد في نقطة لاجرانج 4 واللي اسمه TK7-2010، وده يعتبر الكويكب الطروادة الوحيد اللي في نفس مدار الأرض حوالين الشمس. كوكبين يتشاركان نفس المدار. كلامنا اللي فات كان كله حاجات رصدناها وأثبتنا إزاي جسمين ممكن يتشاركوا نفس المدار، بس الأجسام دي كانت كويكبات مع كواكب. بس سؤالنا اللي لازم نكشف عنه النهاردة، هل في كوكبين ليهم نفس المدار؟ ومدارهم هما الاثنين مستقر؟ يعني ببساطة هل سبق ولقينا كوكب ولمدار محدد حوالي النجم وبيشاركوا كوكب تاني نفس المدار بس في نقطة لاجرانج 4 أو 5؟ طبعا عرفنا ليه 4 أو 5 تحديدا لأنهم أكتر النقاط استقرارا، وهنا بيجي دور العلماء اللي اكتشفوا أول دليل على وجود كوكبين بيشتركوا بنفس المدار حوالي النجم في نظام نجمي اسمه BDS-70 واللي بيبعد عندنا حوالي 400 سنة ضوئية، وبيحتوي على كوكبين
واحد منهم اسمه بي دي اس 70 بي، كتلته 3 اضعاف كتلة كوكب المشتري، بيشاركوا في نفس مداره قرص عبارة عن غازات وغبار نجمي. بيبدأ القرص ده في تكوين كوكب تاني، وكتلة الغازات دي ضعف كتلة قمر الارض بعد ما تبقى السحابة ديت في النهاية كوكب. فبكده هيبقى معانا كوكبين في نفس المدار، وده يعتبر اول دليل على وجود الكواكب الطروادة. والاكتشاف العجيب دوت تم عمله في تشيلي من خلال مجموعة من التلسكوبات الراديوية الارضية الضخمة المعروفة اختصارا باسم ألما. وزي ما قلنا لابد ان الكوكب الطروادة بيكون في نقطة لاجرانج 4 او 5 علشان يكون مداره مستقر مع الكوكب الاخر، وده فعلا اللي تم كشفه. وان الكوكب الثاني عند نقطة لاجرانج 5 من الكوكب اللي كتلته 3 اضعاف كتلة المشتري. وعلشان يتأكد الاكتشاف دوت فبيقول العلماء انهم في خلال سنة 2026 هيبقى معانا الجواب النهائي في رصد جديد. شايف ومتخيل معايا يا صديقي ان امكانية وجود عالمين مشتركين في نفس السنة وظروف السكن قد ايه فكرة جميلة. وبتقول الباحثة بلسا لوبر روزا، شغلنا ده اول دليل على امكانية وجود النوع ده من الكواكب الطروادة في العالم. وزي ما عرفنا اننا بنقدر نتخيل ان كوكب يكون بيتشارك مداره مع الاف الكويكبات زي حالة كوكب المشتري، بس من المذهل بالنسبة لينا ان الكواكب بتقدر من انها تشترك في نفس المدار مع بعضها. وجود الماء في الكواكب الخارجية، الماء ضروري للحياة زي ما احنا عارفين، وبالرغم من كده بيناقش العلماء كيفية وصوله للأرض، لان لو كانت نفس العمليات اللي سببت وجود مياه على كوكبنا ممكن تكون هي نفس العمليات اللي هتخلي الماء موجود في الكواكب الصخرية الخارجية واللي بتدور حوالين النجوم البعيدة. وفي رصد جديد لجيمس ويب بيكشف لينا عن نظام الكوكب بي دي اس 70 اللي زي ما احنا عارفين انه بيستضيف النجم ده قرص داخلي وقرص خارجي من الغاز والغبار، وبيفصل ما بينهم فجوة بعرض 8 مليارات كيلومتر. وداخل الفجوة دي موجود كوكبين. واكتشفت القياسات الجديدة اللي اجراها تلسكوب جيمس ويب بخار الماء في القرص الداخلي للنظام على مسافات تقل عن 160 مليون كيلومتر من النجم، وهي المنطقة اللي بتتواجد فيها الكواكب الصخرية والأرضية في المنطقة الصالحة للحياة. وده هو أول اكتشاف للمياه في المنطقة الأرضية لقرص معروف بالفعل أنه بيستضيف 2 أو أكتر من الكواكب الأولية. وبتقول المؤلفة للبحث جوليا بيروتي في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك أننا شفنا مياه في أقراص شبه كده كتير، ولكن أول مرة نشوف مياه في أقراص موجودة في نظام نجمي موجود فيه كواكب حاليا. بس السؤال اللي بيجي في بالك دلوقتي هو إزاي اتكونت المياه أصلا؟ وأحد الاحتمالات هو أن جزيئات الماء بتتشكل في مكانها لما بتتحد ذرات الهيدروجين والأكسجين. الاحتمال الثاني هو أن جزيئات الغبار المكسوة بالجليد تنتقل من القرص الخارجي البارد إلى القرص الداخلي الساخن، حيث يتصاعد الجليد المائي وبيتحول إلى بخار. السؤال الثاني اللي طرحه الاكتشاف ده هو ازاي بيفضل الماء على قيد الحياة بالقرب من النجم، لان لازم ضوء النجم الفوق بنفسجي هيكسر كل ذرات المية الموجودة. والرد بيجي من العلماء انه غالبا المواد المحيطة زي الغبار وجزيئات الماء الاخرى بتشتغل كدرع واقي، نتيجة لكده المياه المكتشفة مش بتتدمر وبتفضل موجودة. تشكل الاقمار، اكتشف علماء الفلك اول قرص بيحيط بكوكب خارج النظام الشمسي. القرص الكوكبي المثير للإعجاب أكبر بحوالي 500 مرة من حلقة زحل، وبيحيط بكوكب بيشبه كوكب المشتري بيطلق عليه بي دي اس 70 سي، وده الكوكب الثاني في النظام اللي اتكلمنا عنه من شوية. وده معناه يا صديقي إننا معانا كوكبين، واحد منهم اللي هو بي بيتشارك معاه في مداره قرص غازات وغبار نجمي هيتحول لكوكب مستقبلا، والكوكب الثاني في النظام ده اسمه سي وحواليه في قرص بيحيط بيه هيتحول مستقبلا لقمر. ودي اول مره نقدر نرصد حاجه من النوعيه دي، وده هيساعدنا بفهم كيفيه تشكل الاقمار. وباستخدام المرصد الاوروبي الجنوبي ESO في صحراء اتاكاما بشمال تشيلي قدر العلماء من قياس قطر القرص علشان يكون تقريبا نفس المسافه بين الارض والشمس. تخيل حضرتك قرص حجمه قد المسافة بين الأرض والشمس واللي بتقدر بحوالي 150 مليون كيلومتر،
وجدوا ان القرص بيحتوي على مادة كافية لتشكيل ما يصل لثلاث اقمار بحجم قمر الارض. خاتمة. وفي الختام احب اقول ان تلسكوب جيمس ويب هو اللي قدر يمكننا من حل واكتشاف كل الالغاز دي. فلو لسه ما شفتش اللي قدمه جيمس ويب في سنته الاولى فتقدر تشوف الحلقتين اللي عملتهم عنه وهحطهم ليك في التعليق المثبت. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة تنساش تدعمنا بالضغط على زر الاعجاب واكتب لنا في التعليقات. لو حابب نعمل جزء تاني عن الفيديو اللي نشرناه من شهور تقريبا بخصوص اغرب الكواكب المكتشفة ما تترددش انزل واكتب وشجعنا ان احنا نعمل فيديو تاني. وعلى وعد باللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة انفوسفير غلاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم. السلام عليكم.